أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم جدول مباريات الدور الأول من بطولة كأس الأردن والذي سينطلق في 18 من الشهر الجاري، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات حيث تم استعراض البرنامج الزمني لبطولة كأس الأردن والمقدم من دائرة المسابقات قبل أن يتم إقراره بالصورة الرسمية والتعميم على الأندية المشاركة في البطولة. وتبدأ مباريات الأسابيع الثلاثة الأولى من الدور الأول لبطولة الكأس والتي تتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك الساعة 11 ليلا، بينما تقام بعد انتهاء أيام الشهر الفضيل الساعة 5:30 مساء. واصل المنتخب الوطني لكرة السلة الاستعدادات المكثفة لخوض غمار منافسات بطولة ويليام جونز الدولية التي يستضيفها الاتحاد التايواني في 6 من الشهر الحالي. المنتخب الوطني خاض يوم أمس حصة تدريبية بإشراف المدير الفني ألكساندرس، ركز فيها على بعض الخطط الدفاعية والهجومية، بينما واصل المنتخب التدريبات اليوم وركز على رفع منسوب اللياقة البدنية لنجوم الفريق. وعلق نجوم المنتخب على مباريات الفريق في البطولة بمواجهة المنتخب الإيراني في الافتتاح ثم المنتخب المصري بأنها ممتازة بالرغم من قوة المنافسة وتعطي للجهاز الفني القدرة على تقييم أداء المنتخب الوطني للاستحقاق المهم المقبل وهو البطولة الآسيوية. يخوض المنتخب الأردني لكرة القدم لفئة تحت 22 عاما مواجهة ودية تجمعه مع ضيفه البحريني في 7 مساء غد الثلاثاء على ملعب النادي الأهلي في العاصمة البحرينية المنامة ضمن المعسكر التدريبي، وسيتجدد اللقاء بين المنتخبين الشقيقين الخميس المقبل، وذلك في إطار تحضيرات المنتخب لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها سلطنة عمان مطلع العام المقبل. وسبق للمنتخبين أن تقابلا وديا في المنامة وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. استأنف المنتخب النسوي لكرة القدم التدريبات اليوم استعدادا للمشاركة في بطولة الأسيان التي ستقام في 9 أيلول المقبل، وأقيم التدريب بإشراف المدرب منير أبو هنطش نظرا لتواجد المدير الفني الياباني أوكياما في إجازة خارج البلاد. وكان المنتخب قد جاء في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب فيتنام، تايلاند وماليزيا وأستراليا. ويذكر أن النشاطات المحددة للمنتخب النسوي تزخر بالحدث الأكبر أهمية والمتمثل ببطولة كأس آسيا المقرة في فيتنام خلال شهر أيار من العام المقبل، والتي سيسعى الأردن من خلالها إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث سينال هذا الشرف 5 منتخبات من أصل 8 متواجدة في النهائيات. اكتفى لاعب منتخبنا الوطني أحمد إسراج بالحصول على الميدالية الفضية لبطولة آسيا للناشئين السكواش للذكوري والإناث والتي اختتمت يوم أمس في عمان. وجاءت فضية إسراج بعد خسارته للمباراة النهائية أمام الباكستاني السيد علي بخاري ب3 أشواط لشوطين. وكان الشقيق أحمد الأصغر محمد إسراج قد جاء بالمركز الثاني أيضا بعد خسارته من الماليزي محمد فريس بنفس النتيجة. ويذكر بأن هذه البطولة جاءت وسط مشاركة آسيوية كبيرة، وأيضا تنافس فيها نجوم المنتخب الوطني على المراكز الأولى والمتقدمة. رغم الغياب عن أول نسختين، فرض المنتخب البرازيلي لكرة القدم نفسه بقوة على تاريخ بطولة كأس القارات وتوج بلقب البطولة 4 مرات ليصبح الفريق الأكثر فوزا باللقب على مدار تاريخ البطولة. وكان ذلك بطعم خاص وبالتحديد بفوز كبير على أبطال العالم وأوروبا المنتخب الإسباني بثلاثية نظيفة. تفاصيل اللقاء في التقرير التالي. استعاد منتخب البرازيل هيبته العالمية بعد سنوات من التخبط منذ الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وأحرز لقب كأس القارات للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد فوزه الكبير على نظيره الإسباني بطل العالم وأوروبا بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية أمام نحو 74,000 متفرج على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو. لم يكد لاعبو المنتخب الإسباني ينتشرون في مراكزهم بعد ركلة البداية، حتى كان مضيفهم قد تقدم نحو مرمهم باندفاع جنوني توج بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق فريد وسط ذهول نجوم الماتادور الإسباني. وبعد مرور الوقت أنهى أفضل لاعب في البطولة نيمار الشوط الأول كما بدأ بهدف ثاني بعد لعبة ثنائية مع أوسكار وتسديدة قوية يسارية في الدقيقة 44. ورغم محاولة ديلبوسكي استدراك هشاشة خط الدفاع، نجح فريد في تأمين النتيجة مبكرا
في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 47. بصيص الأمل الذي كانت تبحث عنه إسبانيا اقترب من التحقيق، لكن سيرجيو راموس أضاعه كما أضاع ركلة الجزاء أمام الحارس العملاق سيزار. وبعد طرد بيكيه نجم دفاعات الإسبان لإعاقته لنجم اللقاء نيمار، مرت الدقائق الأخيرة دون إضافة من الطرفين ليكون الفوز هدية مثالية لمدرب منتخب البرازيل سكولاري، الذي أعاد رسم ملامح منتخب برازيلي قادر على مقارعة كبار العالم، وليسقط أبطال العالم أمام رقصات السامبا التي رسمت أجمل اللوحات في ملعب الماراكانا. وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أكد مدرب المنتخب البرازيلي لويس فيليب سكولاري أن منتخب السيليساو ما زال في بداية المشوار نحو تسطير حقبة جديدة تعيد إليه ما كان بين عمالقة الكرة، وكان ذلك رغم الفوز الكبير الذي حققه يوم أمس على المنتخب الإسباني بثلاثية نظيفة في نهائي كأس القارات. وكان سكولاري مهندس التتويج الأخير للبرازيل على صعيد المسابقة الأهم على الإطلاق أي كأس العالم، وذلك عام 2002، الشخص الأكثر اعتزازا وفخرا بما تحقق على ملعب ماركانا الأسطوري بالحلة الجديدة. وواصل مدرب البرتغال وتشيلسي الإنجليزي السابق بأنه من المذهل أن يسمع الجماهير تغني الأبطال قد عادوا، لكنه أكد بأن الطريق ما زالت طويلة. بدوره اعترف ديل بوسكي مدرب المنتخب الإسباني بحقية المنتخب البرازيلي بالتتويج بلقب كأس القارات لكرة القدم، وقال ديل بوسكي بأن بعد المباراة بأن البرازيل كانت الأفضل وتستحق التهنئة، وقال بأن سوء الحظ صاحب أداء الإسبان في الشوط الأول، لكنه لا يريد تقديم التبريرات لأن البرازيل كانت الأفضل. وأضاف المدرب المتوج مع إسبانيا بكأس العالم وكأس أوروبا بأن المنتخب الإسباني قدم بطولة جيدة خلال هذه المشاركة. بعد منافسة كبيرة تمكن الساق ماكت كنيس من تحقيق المركز الأول ضمن سباق ناسكار الدولي على حساب المنافس جيمي جونسون، وانطلق ديل في المقدمة إلى جانب كارل إدوارد والأسطورة جيمي جونسون الفائز بكأس بطولة سباقات السيارات 5 مرات. واحتل إدوارد الصدارة في الدورة الأولى وحاول الحفاظ على صدارته، لكن جونسون انتزع الصدارة وشهد السباق صدارة مات كنيس بعد ذلك حتى النهاية ليفوز بالمركز الأول للمرة الرابعة هذا الموسم.